لم يكن احتفال النظام وروسيا عظيماً بالسيطرة على مدينة في سوريا كاحتفالهم نهاية 2016 بالسيطرة على حلب، عاصمة الاقتصاد والثقل السياسي المليئة بالمصانع والشركات الكبرى. وبدأ حينها الإعلام برسم الصورة الوردية القادمة للمدينة في ظل عودة الأمن والأمان كما يقولون. عشرات الوعود قدمها النظام لمن تبقى من أهالي حلب بتحديث البنية التحتية وإيصال الخدمات، كلها تبخرت مع الأيام، لكن كل هذا لم يكن ذا تأثير ما داموا في بيوتهم ينامون هانئين رغم دمار أكثر من 70% من مباني حلب بفعل القصف وفق الأرقام الدولية. أما 30 المتبقية فهي آيلة للسقوط أو سقطت بالفعل. نحو 10 مدنيين قتلوا في حي المعادي، بينهم نساء وأطفال، بعد انهيار المبنى الذي يقطنونه قبل يومين، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين، في ظل معاناة آلاف المباني في حلب من تصدع كبير يهدد بسقوط مبان أخرى كما حدث سابقا بداية العام الحالي، في ظل صمت النظام الذي لم يحرك سوى أنقاض المباني المدمرة. وفق آخر الإحصائيات التي أصدرتها مراكز مستقلة عن المباني في مناطق حلب الشرقية، فإن 4000 مبنى مهدد بالانهيار الكامل، وخمسة آلاف مبنى آخر متصدع بشكل جزئي، بالإضافة إلى دمار نحو 70 بيتاً ومبنى بالفعل بشكل كامل أو جزئي، مع سقوط نحو 30 قتيلاً جراء هذه الانهيارات.